الملك سيوسيدرا، أسطورة الحكمة والمأساة في العصور الغابرة، حيث كانت الممالك تحكم بالسيوف والملاحم تكتب بالدماء. عاش ملك يدعى سيوسيدرا، كانت مملكته تزدهر بالعلوم والفنون وتفيض بالخيرات حتى أطلق عليها اسم جنة الأرض. لكن سيوسيدرا لم يكن ملكا عاديا، فقد عرف عنه الحكمة العميقة والعدل الصارم. كان يسهر لياليه يقرأ المخطوطات القديمة ويتأمل في أسرار الحياة والكون، آمن بأن القوة وحدها لا تبني مملكة، بل إن العدل والمعرفة هما الأساس الحقيقي لكل حكم. البداية، ولد سيوسيدرا في ظروف غامضة. تقول الأسطورة إنه ولد في ليلة شهدت خسوفا للقمر وعاصفة هوجاء، كأن الطبيعة نفسها تحتفل بمجيئه. منذ صغره أظهر ذكاء خارقا وإحساسا عميقا بالمسؤولية. كان الناس يقولون إنه الطفل الذي سيغير قدر الممالك. فترة حكمه، عندما اعتلى العرش بعد وفاة والده، وجد المملكة في حالة من الفوضى. الحروب الداخلية تنهش جسدها، والأعداء يتربصون بها من كل حدب وصوب، لكنه لم يتراجع. بدأ بإصلاح القوانين وفرض العدالة، وأطلق حملة لتعليم الفقراء. لم يكن يخشى مواجهة النبلاء الذين اعتادوا استغلال الفلاحين. كان سيوسيدرا يؤمن بأن الحاكم الحقيقي هو خادم شعبه، ولهذا السبب أحبه الناس وأصبحوا يلقبونه بالملك الحكيم. نبوءة الكاهن ذات يوم. ظهر كاهن غريب عند بوابة القصر يحمل كتابا قديما ويبدو على وجهه القلق. طلب لقاء الملك وقال له: أيها الملك العظيم، أتيتك برسالة من النجوم. قدرك ليس مثل باقي الملوك، ستصل إلى قمة المجد، لكنك ستسقط سقوطا لا رجعة فيه. ستكون حكمتك نعمة ونقمة في آن واحد. ابتسم سيوسيدرا وأجاب: قدري مكتوب، لكني سأحيا بما أؤمن به حتى النهاية. المأساة، رغم إنجازاته العظيمة، بدأ أعداؤه يتآمرون ضده. تحالف النبلاء الفاسدون مع ممالك مجاورة للإطاحة به. في أحد الأيام خرج الملك في رحلة لتفقد أحوال شعبه. خلال الرحلة تعرض لكمين مدبر، قتل جنوده وأسر الملك. رفض سيوسيدرا الخضوع، وقف أمام أعدائه شامخا وقال: يمكنكم أن تأخذوا حياتي، لكنكم لن تأخذوا إرثي. أفكاري ستعيش في قلوب شعبي، ولن تستطيعوا إطفاء النور الذي أشعلته. النهاية، أعدم الملك سيوسيدرا في ساحة عامة، لكن موته لم يكن النهاية. اشتعلت ثورة عظيمة في مملكته. الشعب الذي علمه سيوسيدرا قيم العدالة والحكمة انتفض ضد الظلم، وأعاد بناء المملكة على أساس المبادئ التي وضعها ملكهم الراحل. إرثه، تحولت قصة سيوسيدرا إلى أسطورة تروى على مر العصور. كتبت أشعاره وحكمه على جدران المعابد، وأصبح اسمه رمزا للعدل والحكمة. تقول الأسطورة إنه في ليلة مقتله عاد القمر ليكتمل، وكأن الطبيعة أرادت أن تظهر للعالم أن النور لا يمكن أن يطفأ أبدا حتى في أحلك اللحظات. الحكمة الختامية: لا يقاس المجد بطول العمر، بل بعمق الأثر. الحاكم العادل يموت جسدا، لكنه يعيش روحا في قلوب شعبه.